شايف النظرة الاحتقارية للعربي الاستصغارية. من هو المسؤول عن استصغار العرب؟ ليس أمريكا، الحكام العرب الذين استصغروا أنفسهم وهانوا في بلدانهم فاستهانت بهم أمريكا. كافي كافي قبول بالمهانة، كافي ضعف، كافي ضعف. ينبغي أن يوضع حد للصهيونية. عاش الجهاد وعاشت فلسطين. فلسطين أولا، فلسطين أولا. الذي يريد الأمن، احنا ليس لدينا شيء لنقايض به. الشعب الفلسطيني جزء منا، احنا ما نقدر نتخلى عن دورنا. انتوا تقتلون بشعبنا ان لم ترعون وترفعون السلاح عن شعبنا، فراحنا سنمثل إرادة شعبنا ويكون ان عداك موقف آخر منكم. وشوف شلون يجرون أسلحتهم ويحطوها بغمدها. ولا يمكن تحقيق الأمن في الوطن العربي طالما الكيان الصهيوني باقي. ولذلك الصهيونية والأمريكان المسؤولين يكرهون صدام حسين. والله لا خلى النار تاكل نص إسرائيل. سوف نضرب إسرائيل. نفذ العراق وعيده بعد أقل من 24 ساعة من شن القوات الأمريكية والمتحالفة معها عدوانها الجوي على العراق والكويت. وكان الرد العراقي هجوما صاروخيا على أهداف سياسية واقتصادية وعلمية في مدينتي تل أبيب.